راه ما تكونوش الاخوت بحال الناس اللي تيحكوا القدره بالصابون البلجي. راه ماشي غير حيت اي كوميرس ولا حيت دروب شيبين. هذاك اخويا كيضرب الصف في الدروب شيبين حيت عنده ان دون، عنده واحد الموهبه، داك الشيء اطورها ولا كيضرب. ماشي بالضروره تكون عندك نفس الموهبه، راه انت تقدر تكون عندك موهبه في الرسم، تقدر تكون عندك موهبه في في الكوبي. امين شي بزنس بدا ب 2000 درهم واش لا دروب شيبين والتجاره الالكترونيه فيها باقي فيها ما يدار. شوف اخويا ما كاينش شي دومين باقي زعما ما كاينش شي حاجه ما فيهاش ما يدار، كلشي فيه ما يدار. حيت ملي كتكون كتخدم بلا باسيون كلشي فيه ما يدار. خاصنا نتفقوا على واحد القضيه اخويا، ان ربي كل واحد فينا عطاه موهبه، غير كاين اللي عاق بها وكاين اللي ما عاقش بها. راه كل واحد فينا ربي عطاه موهبه، كاين عندك موهبه، كل واحد فينا عنده موهبه، ها كونوا على يقين. غير كاين اللي عاق بها وخدم عليها وطورها وفكر كيفاش يحول ديك الموهبه ديالو لواحد البيزنس ويدخل منه الفلوس. كاين اللي ما عندوش هذيك الموهبه، ماشي ما كاينش ما عاقش بديك الموهبه اللي فيه، ما عاقش بها، باقي ما عاقش بها. حاول انك تجلس مع راسك وقول اشنا هي الموهبه ديالي، اشنا هي الحاجه اللي انا تنغيزها، وفكر كيفاش هذيك العيبه اللي انت كتغيزها تحاول انك تربح منها. مثلا انا شخصيا كنغيز شي حاجه سميتها التحقيق الرقمي، كنغيزها حيت عندي واحد الباك جراوند في لا سيكوريتي. اذا كنعرف اذا هذا واحد لو دو عندي، واحد الموهبه عندي. فكرت كيفاش انني نردها بيزنس، وغادي وملي بغيت نردها البيزنس وليت تنحط درت واحد البيزنس بلون من نهار غنبدا هذا البيزنس حتى لهذا. بغيت اخويا انا غير نضرب غير واحد البريستاسيون في شهرين، شويه وليت بغيت دو بريستاسيون في الشهر، شويه وليت بغيت تروات لي بريستاسيون في الشهر، وليت تنطور هذاك لو بيزنس. وما حد كنت تطور لو بيزنس ولا الاشاره، ما تنفكرش في الفلوس، كنتفكر دوك لي تشالنجز اللي كندير، تنتمتع بدوك لي تشالنجز اللي كندير. حيت اون فوا انت كتخدم اون فوا الفلوس كيجي. قديت اخويا نبدا الدروب شيبين ولا ندير ايكو، شوف انت لو دون ديالك فين كاين، فين انت عندك الموهبه ديالك، شنو هي الموهبه اللي عندك. تقدر كاع ما تكون لا دروب شيبين لا والو، تقدر تكون عندك موهبه اخرى. راه ما تكونوش الاخوت بحال الناس اللي تيحكوا القدره بالصابون البلجي. راه ماشي غير حيت اي كوميرس ولا حيت دروب شيبين. هذاك اخويا كيضرب الصف في الدروب شيبين حيت عنده ان دون، عنده واحد الموهبه، داك الشيء اطورها ولا كيضرب. ماشي بالضروره تكون عندك نفس الموهبه، راه انت تقدر تكون عندك موهبه في الرسم، تقدر تكون عندك موهبه في الكوبي رايتين، تقدر تكون عندك موهبه في الديزاين، تقدر تكون عندك موهبه، تقدر تكون عندك موهبه في المايلين. فحاول انك تجلس مع راسك وشوف شنو هي الحاجه اللي انا كنحس براسي موهبه، شي حاجه عندي وما عندش صحابي، شي حاجه اللي ما عندش الناس، ونحاول نطور هذيك الموهبه اللي فيا. خويا انا عندي بي سي وما عرفتش شنو ندير به باش نبدا ندخل منه باش نسلك راسي، قدر توجهني اخويا امين. خويا هاد الفكره هذه ديال انا كنعيش في واحد الوضعيه صعبه وخاصني شي طريقه باش نسلك راسي، هاد الطريقه في التفكير خاطئه، وراه خاطئه وخاطئه وخاطئه. علاش؟ لان خويا ما كايناش شي حاجه في الويب سميتها نسلك راسي. كاين اما انك غادي تتعلم ومن بعد غتدخل لواحد المجال، يا اما غتبقى كيخبطوا فيك الحيوط وغادي تجي وتحط السؤال بحال بزاف ديال الدراري تيحطوا نفس الاسئله. الا كنت يا خويا عبدو كتشوف تقول لك اخويا خدمت الدروب شيبين عاود نطق للريسكين عاود تلح لهادي وما درت حتى شي حاجه في حتى شي وحده، خاصك تبني الاساس. ثم ملي كنبنيو الاساس تعرف على المجالات، وحنا هضرنا على ديك الهوايه اللي قلنا، شوف انت الهوايه ديالك فين كاينه باش ملي تخدم شي حاجه تخدمها. الله يكون في العوان، كيكونوا الظروف صعاب، هادشي اللي كتعلي دزتي منه انا راه دزت ماكراف منه، ولكن اخويا كنت كنعلم راسي وكنت نستمتع. كان هذاك هو داك الجحيم اللي كنعيش في الوسط المجتمع، كنهرب كنعلم راسي في واحد القنت اللي كنحس براسي كنستمتع، تنخرج من داك العالم الكئيب الى واحد العالم كيعجبني. داكشي واش قلت لك خاصك دير شي حاجه كتبغيها انت، يعني كتمشي لذاك العالم الجميل اللي تجلس فيه وكتستمتع، ومن بعد اخويا عاد تبداو يدخلوا الفلوس. فاذا كنت غادي نوجهك اخويا نقول لك اخويا سير قرا على الكوبي رايتين، سير قرا على الاد وورد، سير قرا على فيسبوك اد، سير تعلم كيفاش تصاوب ان وورد بريس. من بعد اخويا سير للمنتديات بحال ديجيتال بوينت، واريور فوروم، بلاك هات،
سيو فوروم، شوف المجالات اللي تما، كل مجال جلس فيه سيمانه جلس استوعب داك المجال مزيان، ماشي تنقول لك تعلم، هي جلس تعشق فيه دوقو هذاك المجال واحد السيمانه، ومن بعد دوز المجال اخر جلس فيه سيمانه، عاود دوز المجال اخر جلس فيه سيمانه، حتى يكون عندك فكره واضحه على جميع المجالات، عاد تقول هذا المجال اللي تحس به قريب ليا، هذا المجال هو اللي عجبني بزاف مقارنه مع هذه المجالات، عاد ديك الساعه تخصص فيه. وملي تخصص في هذاك المجال او ملي تبغي تبدا هذاك المجال، انت راه ديجا عندك واحد الخلفيه، عندك لاباز، عندك واحد الخلفيه، وتا ديك السويمينه اللي جلستي مع هذاك المجال تعلمتي بعض الاساسيات. بدا خويا عبدو، ملي طيح في مشاكل اولا ملي تحس انه عندك شي حاجه ماشي هي هذيك، جي اخويا في اللايف، ها انا معاك، قول لي يا خويا امين عندي هذا المشكل، عندي هذا، لقيت هذا، اش ندير في هذه، وانا خويا راه غادي نجاوبك بما تيسر. واش ضروري التجاره الانجليزيه في التجاره الالكترونيه ولا العربيه كيف كافيه؟ شوفي اختي جنهاد او لا جنهاد ما عرفتش الصراحه واش اسم بنت ولا دري، اللغه الانجليزيه ضروريه، سواء كنتي بغيتي دير التجاره الالكترونيه في المغرب او لا كنتي غدير التجاره الالكترونيه في الخارج، ضروري الانجليزيه. علاش ضروري الانجليزيه؟ لانه ملي كتكوني قارئة اللغة الإنجليزية فانتي تتكون عندك واحد الأداة اللي هي أعظم أداة، شي هاد السيد اللي قلنا لي سيقرأ القبة والرايتين وقرأ هاد شي، راه الإنجليزية هي أعظم أداة، هي أقوى أداة، هي ديك البولدوايزر ولا بولدايزر ولا شي يقولوا ليها، اللي كتمكنك أنك تتحيدي العمش وأنك ما كتعتمديش على شي واحد باش يقريك ولا يوريك. ملي ما كتكونش عندك اللغه الانجليزيه كتحتاج واحد اللي يشرح لك باللغه العربيه، وهذاك اللي تيشرح لك للاسف هذه عقليه عندنا ما يمكن لينا اننا ننفيوها، ان العرب للاسف الشديد كل واحد تيضرب على راسه في هذا الويب، كل واحد تيضرب على راسه. يعني اختي انا من انا باغ ديفو ما تثقيش في شي عربي، راه مني انا وجبد ما تثقيش فيا، ما تثقيش في شي عربي، اعتمدي على راسك باش تعلمي، اعتمدي على راسك باش انك تكوني راسك. راه قلنا هذيك المره انتيا اش خاصك ولا انت اش خاصك، اشنو هو الفرق بينك وبيني انا دابا؟ يا شنو هو الفرق بينك وبين اي واحد؟ على احنا منا كيجينا الالهام كنجلسو نديرو احنا واش فقهاء تنمشيو نقلبو، راه صافي البحث، والبحث راه انا عندي لونغلي انت ما عندكش، خصك انا تجي انت ونشرح لك انا، وداك والبحث والتجربه، نقدر نكون فايتك في التجربه فقط، لانه اللي بغى يبدا دابا ماشي بحالي انا بادي من 2009، هذا هو الفرق فقط لا غير، اما شي حاجه من غيرها هكا راه ما كاينش شي فرق بيني وبينك، غير انا كنقلب وكنطور راسي لان عندي اللغه الانجليزيه، انت ما عندكش اولا انت ما عندكش، خاصك تسنى واحد يشرح لك يقولها لك بالعربيه باش تفهمها. اذا انا اختي واش ضروري الانجليزيه؟ راه ضروري ومؤكد، ضروري ومؤكد، يعني لونغلي راه سي كلكو شوز دو بريمورديال.